بالنسبة لعيد الأضحى واستهلاك اللحوم بصفة عامة، اللحوم الحمراء معروفة بالاحتواء ديالها على كمية هائلة ديال البروتينات، والبروتينات اللي هي كتحتوي على الأحماض الأمينية، والأحماض الأمينية اللي الجسم ديال الإنسان ما يمكنش ينتجها. لهذا خاص ضروري أن الإنسان عن طريق التغذية الخارجية خصو يكتسبها. النقطة المهمة هنا بالنسبة للبروتينات أنه الافراط في استهلاك اللحم، خصوصا اللحم كما سبقت اشرت انه اللحوم الحمراء، الافراط في استهلاك ديالها يعني الافراط في البروتينات، والافراط في البروتينات يؤدي الى تكوين كيمياء هائلة في الدهونيات، خصوصا استهلاك اللحوم الحمراء من نوع الغنم او الخروف. وبالنسبة لارتفاع نسبة الدهونيات خصوصا في جسم الإنسان له أخطار متعددة. العادات يعني التي أنصح بها يعني الناس اللي كتستهلك اللحوم الحمراء خصوصا في عيد الأضحى، لأنه كيكون استهلاك لحم الغنم أو لحم الخروف بكميات هائلة، كما قلت أنه الإفراط يؤدي إلى تكوين الدهنيات في جسم الإنسان، يعني عدم الإفراط في تناول الوجبات اللي فيها اللحم. النقطة المهمة اللي بغيت نشير لها هي عدم إهمال وجبات الإفطار، لأن اليوم ديال الإنسان تبدأ بوجبات الإفطار. الوجبات الإفطار اللي هي ضرورية وكتساعدنا أننا نتجنبوا داك كما كنقولوا داك الجوع الشديد أو المفاجئ اللي كي يخلينا اثناء يعني في الوجبات التاليه في النهار ان ما ناكلوش كميه هائله من اللحوم، وبالتالي كنتجنبوا هذا المشكل ديال تراكم الدهنيات في جسم الانسان. النقطه الثانيه وهو الحرص على شرب الماء، لان شرب الماء كيجنبنا مثلا الامساك، اللي مثلا في الافراط في اكل اللحوم كيدي العسر العظم والانتفاخ، وكذلك الامساك. اوصي انه بشرب الماء بكميه كافيه. النصيحه اللي بنقدمها هو الناس اللي معروف عندهم ارتفاع نسبه الدهنيات في الدم خصوصا الكوليسترول، انتبهوا لهذه المساله هذه، انه الكميه تكون ديال اكل اللحوم خصوصا كما قلت لحم الخروف تكون يعني قليله، يعني مثلا الانسان العادي اللي ما عندوش حتى شي مشكل في الدهنيات يعني ينصح تقريبا مثلا في اليوم اكل وجبه واحده مثلا اللي تحتوي على 300 حتى 500 غرام من اللحوم. بالنسبه للناس اللي مرتفع عندهم نسبه السكري باش ما يوقعش لهم مشاكل اخرى، يعني كمية مثلا تكون ما بين 100 حتى 150 غرام من أكل اللحوم. طبيعة الحال هناك ما نساوش أنه أكل الفواكه والخضروات الموسمية الطازجة، اللي حتى هي كتعطينا الإحساس بالشبع، وكتخلينا أنه في الوجبات الأساسية اللي كناكل فيها مثلا اللحم أنه ما ناكلوش كميات هائلة من 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 اللحم. بعد ذبح أضحية العيد كنصح انه بالنسبه للحم الطازجه يعني تترك على الاقل مده 12 ساعه، عاد يمكن الانسان يقوم مثلا بتقطيعها وباكلها، يعني باش ما تكونش هناك مشاكل في عسر الهضم، ولمنع ايضا كذلك الامساك والانتفاخ. كما شرط في الاول ديال الحوار انه ارتفاع نسبه الدهنيات في الدم كيؤدي لمشاكل صحيه، المشاكل يعني مشاكل صحيه وامراض متعدده. مثلا مرض النقرس اللي هو عن طريق مثلا افراط في اكل اللحوم، خصوصا مثلا الاعضاء الداخليه مثلا الحيوانات مثلا الكبد او الدماغ او الكليتين، يعني بصفة عامة الإفراط فيهم كيؤدي إلى ارتفاع نسبة البروتينات، وعن طريق البروتينات كيتكون واحد الحمض البولي
ولا الحمض اليوريك اللي كتطلع في النسبة ديالو في الدم. هذا الحمض اليوريك اللي كتوقع عليه واحد عملية البلورة وتتنتج عنا باللورات اللي كتترسب في المفاصل وكتدي إلى التهاب حاد للمفاصل. أكثر الناس اللي كيتصيبوا ب ب ب ب مثلا المرض اللي كيتسمى لاغوتا أو النقرس كيجيو مثلا في الأصبع الكبير ديال القدم وكيسبب ألم اللي هي كبعض المرات كتكون شديدة، كيسبب انتفاخ، كيسبب احمرار، ويمكن يصيب مفاصل أخرى مثلا الكعب، ويمكن يصيب مثلا حتى الركبة مثلا المعصم. يعني هذه ما بين الأسباب أنه سوء النظام الغذائي، خصوصا كما قلت أنه أكل كمية كثيرة من اللحوم اللي كتؤدي إلى ارتفاع البروتينات وبالتالي إلى تكوين الحمض، ارتفاع نسبة الحمض البولي في الدم. كاين أسباب أخرى اللي هي عاوتاني معروفة، كاين أسباب وراثية، كاين أسباب اللي هي ضعف مثلا الإفراغ الكلوي، حتى هي اللي من أسباب النقرس. وهذا أوصي الناس أنهم خصوصا الناس اللي عندهم ضعف كلوي باش ما يوقعوش في هذا المشكل. المشاكل الصحية والأمراض اللي ممكن أنه تنتج كذلك هي عن ارتفاع الدهنيات، مثل مرض السكري. يعني النتائج يعني في السنوات اللي فاتت يعني كلها تبدأت أنه كاين هناك علاقة ما بين مرض السكري وارتفاع نسبة الدهنيات، وكذلك يعني عن طريق مثلا أكل اللحوم اللي كتكون واحد تعطي واحد الأرضية أنه باش تكون داء السكري عند الإنسان. وواحد المعلومة مادام هضرت تبع على داء السكري، أنه داء السكري دائما كنسمع أنه مثلا كاين توب 1 ولا توب 2، يعني واحد ولا جوج. فقط إشارة صغيرة أنه كاين 4 أنواع. كاين ما توب 1 اللي هو هو فيه انواع، فيه مثلا النوع اللي هو ايمونولوجيك، يعني كاين واحد المضادات مناعيه اللي كتكون في الذات كتهاجم الخليه ديال البنكرياس وكتدي الى تدميرها، وبالتالي كيكون انه انعدام الانسولين في الجسم. وهذا النوع حتى هو فيه واحد النوع اللي كيتسمى حتى هو النوع لادا، يعني ال ا تي اي، يعني كتعني ليتنت اوتو ايمون دايابيتيس ان ادلتس. يعني تيكون واحد النوع ديال هو توب 1 ولكن تيكون مخبي، تيتشخص على انه توب 2 ولكن تيكون هو توب 1. وعاد كاينو في وسط يعني توب 1 كاين واحد النوع اللي هو ايديوباتيك، يعني ما تتلقاش ديك المضادات المناعيه في الجسم اللي كتضم الخلايا تاع البنكرياس اللي كينعدم فيها انتاج الانسولين، ولكن عنده علاقه وراثيه. عاد كاين النوع الثاني اللي هو توب 2 اللي كيجي مثلا في الناس اللي عندهم زياده الوزن، تيكون واحد شويه في السن يعني شويه متقدم. عاد كاين النوع الثالث ديال داء السكري، وهاد النوع الثالث اللي كيصادفني انا دائما، يعني تقريبا ك ك ك كاسترونتيرولوج وانترنيست. مثلا الناس اللي كيكون عندهم مثلا سرطان في البنكرياس وكيقوموا بعمليه بازاله مثلا البنكرياس كعضو كامل، يعني ما تيبقاش عندهم انتاج الانسولين، وهذا كي حتى هو العلاج تيكون حتى هو الانسولين، ولكن ما تيتسماش توب 1 ولكن تيتسمى توب 3. وعنده اسباب اخرى متعدده، مثلا باش ما نعقدوش الامر، مثلا حتى داء السكري اللي كيجي عن طريق اخذ الادويه، مثلا على مثلا سبيل المثال جلوكورتيكويد، ولا مثلا على سبب فيروسات، اصابه الفيروسات، حتى هو كيتسمى النوع الثالث. وكاين النوع الرابع اللي هو كي 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 كيجي مثلا اثناء الحمل، الناس العيال اللي كيحملوا من بعد كيجيهم يعني في الفتره ديال الحمل تيجيهم التهابيت، وكيختفي في الاغلب احيانا من بعد الولاده. كاين واحد المرض اخر اللي هو الكبد الدهني، اللي هو يعني حتى هو كيسبب مضاعفات مرضيه من بعد. كاين بعض الناس اللي عندهم الكبد الدهني وكيعيشوا يعني طول حياتهم عادية، كاين واحد الجزء منهم اللي كيتحول
الكبد تيني الى التهاب في الكبد، والكبد التهاب في الكبد كيتطور للاسف الى التشمل الكبدي. وكاين واحد النوع اللي هو خطير في هذا الكبد التيني اللي ما كيدوش مع المراحل ديال التهاب الكبد الى تشمل الكبد، وانما تتحول ديريكت الى بطريقه مباشره الى سرطان الكبد. وهذا النوع هذا هو اللي تيكون يعني الاخطر، وهذا النوع هذا لهذا الشرط لهذه النقطه ديال الكبد التيني انه راه حتى هو تيدير مشاكل، و يعني في بعض الاحيان من الاسباب اللي كتكون انه التطور يعني كيؤدي تطور المرض كيؤدي الى ضروره زرع الكبد. وكاين المرض اللي بغيت نشير ليه عاوتاني انه ارتفاع نسبه الدهنيات كيؤدي ايضا الى التهاب البنكرياس اللي هو عنده اسباب متعدده، منها مثلا شرب الكحول او لا كما تنقول الحجر في المراره، حتى هو كيدي بعض الاحيان حتى هو الحجر اللي كيدي لانسداد مثلا واحد القناه اللي كتؤدي للدوي المسرى كما نقول المسرى دويدينوم الانسداد ديالها، وكيدي الى التهاب البنكرياس اللي حتى هي فيها تعقيدات كومبليكاسيون الى ما تداوتش في الوقت المناسب ومزيان كتي لدرجة الموت. وكيف حالة الإصابة بالتخمة؟ يعني أول حاجة كنقول لك كانت فقط التخمة يعني حالة عرضية، يعني عادة تكون أغلب الأحيان عابرة. الشخص ما خصوش يعني قلق، واخا انها شيء مزعج لانه كتدي بعض الاحيان الالام، كتدي الانتفاخ، كتدي بعض الاحيان التقيؤ، كتدي حتى الاضطرابات بالنوم. النصيحه اللي كنصح هو انه في حاله اذا كانت فقط تخمه ان الواحد مثلا يدير واحد البوز من الاكل، انه الاكل هو تيكون الافراط فيه هو السبب. الواحد يقوم يعني إلى قدر مثلا حركات يعني رياضة حركات بسيطة. في حالة إلى مثلا بعد مثلا 6 ساعات ومثلا وتزادت الأعراض ديال التخم، أنه كنصح دائما باستشارة الطبيب اللي خصو يشخص واشني التخمة ولا شي حاجة أخرى. إذا كانت فقط تخمة راه كاينة أدوية مضادة للآلام، كاينة أدوية مضادة للغازات، كاينة أدوية مضادة للحموضة. والنقطة اللي بغيت نشير ليها أنه بعض الأحيان كما قلت أنه تيكون بسبب ارتفاع نسبة الدهنيات أنه قدر يكون التهاب البنكرياس. لهذا أنصح باستشارة طبية من أجل يعني تشخيص المرض.